غنديروا له هاد البولات اللي ما كاينينش. درب على قدو ما فيه حتى بوله. لا المشكله ديال الدرب هذه ما لحظيهاش. ما كيهضروش على الضو ما يهضروش على حتى حاجه. شي حاجه اللي ما وهذا الشيء اللي خاص يدوي عليه الواحد. ما يدويش عليه. هذا الشيء اللي خاص يدوي عليه. شحال من بوله هنايا؟ واحد جوج ثلاثه اربعه. طافيين دابا علم الله شحال هما. مازال هنايا. علم الله شحال هما طافيين. والدرب دابا جاب الله كاينين نتوما مشى عليه الضو. الا طفيتو الضو انا ما تقدرش تدوز. الشمكريه والمتشردين اللي جا كيبات هنا وين جيتو دابا نتوما ما سبحان الله العلي العظيم. اذا كيف ما كتشوفوا معنا المشاهدين الكرام حنا كنتواجدوا في بورنازيل في هذا الحي هذا اللي هو كيتواجد امام احد اكبر الشوارع بمدينه الدار البيضاء اللي هو معروف شارع القوات المساعده. وللاسف الشديد فينا هما المنتخبين ديال هذه المنطقه اللي هما كاينينش اوت. شارع على قدو حي على قدو ما فيهش الضو كيشكل خطر. جاب الله بعدا هاد الناس كاينين في هاد القيصريه راهم دابا باقيين خدامين لحسن الحظ مشى عليه الاضواء. الى تفوض الناس الدوره اللي داز من هنا التكريسه اللي داز من هنا التكريسه. اذا هاد البلاصه كتشكل خطر على السكينه للاسف الشديد. شوف ولا ما خدامه في هاد الدار. مازال غير هنا مازال جينا تشوف. هي الدوره نجيبوا الدوره منين نجيبوا الدوره. دير دي متر وتشوفها. واخا ندير دو متر. سير جيب دو متر من هنا في الطرف. ايه تما قاعد ظلام بزاف. تما ظلام بلا قياس. قاعد الاصدقاء هنايا اغلبيه كاين الكريساج على الجهه. هو اللي غيدوز من هنا في هذا الوقت دابا. ما كيدوزوش بالليل ما كيدوزوش. راه ما يمكنش. انا السكيريه وكلشي اللي مضطر شي واحد. اي بلاصه مظلمه راه غتكون مرتاع ديال المتشردين بين الناس اللي كيعقروا الخمور وبنادم اللي ما كيسحاش والشماكريه والاغتصابات. بالنسبه للموقع ديال هنايا اللي كيقولوا بورنازيل قيصريه بورنازيل سي ان. قيصريه بورنازيل سي ان. حنا غنديروا واحد الجوله. كعزيز الله يعاونك. رجعت في الطريق سبحان الله. إذا للأسف الشديد المشاهدين الكرام حي بأكمله ماشي فقط الزنقة اللي كنا فيها، هاد الزنقة حتى هي ما فيهاش الضو، حتى هي. شوف 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 شوف. هادي اللي كيقولها تمد يدك تقطع. عندي للاسف الشديد المشاهدين الكرام الصوت مزيان. الصوت راه مزيان عندنا غير عندكم نتوما اللي ناقص. والو ما كاينش. شو الوليدات في كيلعبوا في الظلام. افينكم المنتخبين؟ افينكم المستشارين؟ فينكم تشوفوا هاد الكارثه هادي؟ كيلعبوا في الظلام. كتلعبوا في الظلام. شفتي
وا وليدي حنايا نجيبو لكم الضواو. يعني لولا التواجد ديال هاد المحلات بهاد القيصرية الناس ما يلقاوش من يدوزو من هنايا. مع العلم انا كيف ما قلنا كيتواجدوا يعني بعد احد الشوارع اللي مشهوره بمدينه الدار البيضاء. مشاهدينا الكرام تنتمناو من المسؤولين المنتخبين في هذه المنطقه انهم يشوفوا بعين الاعتبار مشاهدينا الكرام. كنتمنى لكم أمسية سعيدة وإلى لقاء في وقت آخر.